السلام عليكم. اليوم في مطبخ ام وليد ان شاء الله راح ندير لكم حلوى جافه بالبنجلان. هذا البنجلان كاين بزاف اللي يحبوه. واش راح نحتاجو في هذه الوصفه؟ نحتاجو 250 غرام تاع لامارغرين تكون طريه، نحتاجو نص كاس تاع الزيت، كاس تاع السكر كلاصي، كاس اللي يفد 240 مللي بطبيعه الحال، وحده خميره الحلوى 10 غرام، مغرف صغيره معمره تاع لافاني، زوج حبيبات تاع البيض، ونلمو العجينه تاعنا بالفرينه، والتزيين تاعنا راح يكون بالدجلان، وفي الاخير نديروا المربى. انا حنستعمل هذا الطابع، يعني راهم في الاسواق تاعنا، يعني ما شاء الله العظيم من الطوابع. انا حندير هذا النوع هدايا باش تجينا فيه الثقبه، ونعمروها بالمربى. نبدأ مباشره بطريقه التحضير. اذا ندير زوج حبيبات تاع البيض تاعنا، نعودكم دائما على الطرق السهله البسيطه والسريعه هكذا، باش اي اخت ما تخافش العجينه تاع، يعني العجينه تاعها كاين بزاف يخافوا لي يعجنوا، دائما حنحول لكم هذا الخوف. ندير الزيت تاعي، سكر كلاصي، هنا فقط اللي يحب الذوق تاع الدجاج اكثر يقدر يدير في العجينه زوج مغارف كبار يحمصهم ويديرهم، انا ماشي راح نديرها. ونديروا لافاني تاعنا، هذا نخليه من بعد، ونبدا نلم في العجينه تاعنا، نخلطها مليح حتى ينسجموا المقادير. شوفوا لا مارغان تدخلوها طريه راح تجيكم العمليه ولا اسهل. اذا نخلطوا المقادير مع بعض، يعني انا ماشي حنصعب عليكم، لازم تخلطي الزبده مع السكر مع لا، وراح نتحصلوا على حلوى والله غير تدوب في الفم يعني ولا اروع. اذا نخلط مليح هذه الزبده وال حتى ينسجمو كامل. من بعد نبدا نزيد في الفرينه غير بالعقل مع الفرينه، ندير خميره تاع الحلوه تاعنا اللي هو كيس واحد وزنو 10 غرام، نزيد شويه تاع الفرينه، ونبدا نلم في العجينه تاعنا دائما نكررها ونعاودها دائما غير بصبعتينا نلموها. نجربو كيفاش ما نعجنوش العجينه تاعنا باش تجينا الحلوه تاعنا طريه. احيانا اخواتي يديروا الصابلي يجيهم من الفوق تكون معوج، والحبه تاعو كي طيب تعوج. علاش؟ لانهم خدموا العجينه بزاف بين يديهم، يعني هذاك الجلوتين تاع الفرينه راح يخرج، هو اللي يخلينا الحلوه تاعنا تتعوج في الطياب. اذا نلم العجينه تاعنا غير بالعقل حتى نحصلوا على عجينه طريه وتكون ما تتلصقش. إذن هنا ها هي العجينة تاعنا طرية وما تتلصقش في اليد. نحكمو كرة، يعني على حساب لومول تاعك، جربي حتى طيحي في لومول تاعك، يعني كل وحدة والمول تاعها كيفاش عامل. نديرو كرة ونجوزها في الدجلان عادي، يعني بدون بيض بدون ولا شيء. نحكم لومول تاعنا، ها هو أمامنا. دائما نستعملو الكيس هكذا باش نسهلو العملية علينا. نديروها في الوسط، ندير الكيس من الفوق، نخبزها مليح هكذا باش تاخذ لنا مليح الشكل تاع ليمول تاعنا، ونحيها. اذا ها هي الحلبه تاع الحلوه تاعنا جاهزه امامنا، يعني الشكل ولا اسهل. نزيدو حبيبه معكم، اذا ناخذ كميه تاع العجين نديروها في الجلجلان راح يلصق، يعني بدون بيض راح يلصق الجلجلان تاعنا. ندير الصاشي يعني على المولو تاعنا، نحط الحبه ونخبزها مليح بيدي حتى تاخذ لنا الشكل تاع المول تاعنا. نحي الكيس تاعنا، ها هي الحبه تاعنا واجده. اذا راح نكمل الحلوه تاعي كامل، انا حطيتها في المول وندخلها الطيب على 180 درجه حتى تشوفوا يعني طابت، يعني مش راح يتبدل لونها بزاف، ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. الحلوه تاعي ها هي بعد ما طيبتها، ها هي امامنا. واش ندير؟ نعمرها بالمربى. ملاحظه، هذه الحلوه تقدروا تعسلوها، يعني اللي يحبها معسله تعسليها درك، يعني عسليها دفي العسيله تاعك عسليها، من بعد كي تنشف باش نعمرها بالمربى. انا ماشي راح نعسلها اليوم، ونعمر هذا الثقب بالمربى يعني ولا اسهل. اذا ها هي الحلوه تاعنا، نعمرهم مليح
ونخلوهم ينشفوا. هذاك المربى راح ينشف بهذه الطريقه، يعني حلوه سهله سريعه، حتى المنظر تاعها يعني شباب، والذوق تاعها يعني حتى هو مليح. اذا راح نكمل نعمر الحلوه تاعنا ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هي الحلوه تاعي بعد ما كملتها، درتها في الكيسات، ها هي امامكم. والله غير واش نقول لكم، يعني بنينه بزاف، خاصه اللي يحب الذوق تاع الجنجلان. ها هي امامكم واجده كما قلت لكم، اللي يحب يعسلها يقدر يعسلها من بعد نعمروها بالمربى. هاد الكميه تاع 250 غرام يعني دارت لي 50 حبه، يعني ما شاء الله كميه تقطع. يعني ولا درتي 500 غرام تاع الزبده راح تدلك حوالي 100 حبه تاع الحلوه. اذا ها هي الحلوه امامكم واجده، ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو، تشاركوا في القناه تصلكم الجديد، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده. بلا ما ننسى، كنت راح ننسى، لازم نقسم لكم حبه امامكم باش تشوفوا هذه الحلوه كيفاش دايره. اذا ها هي الحلوه امامنا، شوفوا شحال، واش نقول لكم، جي روعه، جربوها. اذا والى الملتقى ان شاء الله.